يا حيلتها، انت بدايتها كده هتنام؟ ايه لازمتها بقى انك تنزل تشتغل معايا في المحل يا اخويا؟ قوم يا باشا، قوم يا بيه. انا بقى اكتر من ساعه ما اتحركتش من مكاني، قعدت عمال خيطت في قماش، وانا بقى مش عارف ايه هات التوب ده هنا وادي الدنيا دي هناك، والمشروع اللي خيطتني بيه دماغي انت وبابا. ايه لازمته ده؟ ده مشروع العمر يا ابو جهل، انت ايش فاهمك انت؟ اه ساكت يلا. مشروع العمر انا مالي؟ انا واحد صايم عايز انام. يا كلب البحر، اما فين مشقه الصيام والتعب يا زفت انت؟ تفضل متلقحل لان كده طول اليوم؟ قول لي هتحسب لك ثواب فين؟ لا بتصلي ولا بتقرا قران ولا فيها رمضان، كل اللي بتعمله تتفرج على مسلسلات. يا فرحتي بامك. هو انا نفسي اشوف مشقه، عايز اتعب اشتغل، انا قاعد بيتحرق دمي شامم ريحه الكفته والكباب اللي عند الراجل اللي جنبها دول هيموتوني. فين ده يا كلب البحر؟ انت مش شامم اي حاجه. مش شامم حاجه؟ ما انت عندك برد من اول رمضان، مش حاسس باللي انا حاسس. بقول لك انا مش هسكت الراجل ده بقى بعد اذنك بقى. يا بابا كان صراحه حرامه كتير، من اول رمضان عمال اكلمك من الريحه لا اله الا الله، اللهم اني صائم. يا عم اتكلمنا 100 مره عن الكلام ده يا جدعان. يا جدعان مش كده، واحد صائم حرام عليك. لا عليك انا بص بالدقايق بقول لك ايه على كده. في ايه ده؟ ما الواحد صائم مش عارف يا صلي على النبي كده. لا ماشي. خش ابن الحيلة. ها قولي عرفته غلط ووريته مقامه صح؟ امال وانا سكت له ده، انا الناس حشتني عنه بالعافية، بس بيقول ان هو اكل وعيش وكده، عارفه كان هيقفل المحل وكان الموضوع خلاص انتهى، بس انا قلت ايه الناس جعانه وقطع ارزاق، فما بنحبش نيجي لحد عشان محدش يجي علينا حاجه. ولا انت شايف ايه؟ اكون شايف ايه يا حبيب قلبي؟ شايف انك بق بق؟ انا بق؟ طب والله العظيم وحياه ربنا والم انت عارفه انا ايه؟ بس يخرب بيتك، ماسوره كذب وهطيع خلاص يخرب. اسك في كاميرات يا حبيبي، وشايفك وهو ماسكك من قفاك ومعلقك وطردك لغايه المحل هنا. ريح واسك وخفها شويه عشان صيامك يتقبل اصلا. كاميرات؟ اه مش هيودينا في داهيه بقى ولا هوقع سكتنا في بعض؟ ده حضرتك الكاميرات انت مصدقيها وتكدبي ابنك دي؟ حد يصدق التكنولوجيا ده؟ كنت فيك على فكره مونتاج. لازم انت تلعب انت تقول طيب يا رمضان كريم. ايوه كده اخيرا شفتك بتهبب حاجه. يخرب بيتك كذبت الباب. مش انا، انت هتعمليني يلا؟ ما انا شايفه ايه والله، ما انا ده الكرسي. انت بتلعب الكلام؟ طب عدي يومك. ها عدي يومك يا رب يا معين. ده لو الحاج متولي مش هبقى كده. يا حاجه في ايه يا حاج؟ انا حاجه ليه يا رب يا حاجه؟ يا قنات يا حاجه، ما كنتش واخد يومين اجازه من الشركه وفتحت لك ام المشروع اللي يشغلك عني بشويه ده، كنت عملت ايه؟ انا عايز افهم. انا مع سعد انا كل اسيب الشغل واقعدك انا حاجه ده في؟ انا مش سايب لك راجل، ابنك ما قعد معاك هنا راجل يعتمد عليه تعذيب اي حاجه، انا برص التوب دي كلها ليه لوحدي انا راجل؟ عيني على الراجل يا حاج، مش اتكلم بقى واحنا في رمضان. بص الراجل، بص الراجل يا حاج اللي مش تغطي بسدان بتاعت الشغل اصلا. يا قلبي ايه يا حاج؟ سيبيه يا حاج، مش شايفاه صيام هلكوا ازاي؟ وحضن العصايه كمان ومتغطي بالستاره. الله عليك عمك دي. صباح الفل يا كلب البحر. نادر قدر ولا ايه؟ في ايه؟ يا حبيبي يلا عشان قدر واخليه قدر عليك واوفر على دماغك دلوقتي. قوم يا زفت. فين بابا؟ فين بابا؟ ما كانش 5 دقايق دول ريحت فيهم واستغطيت شويه كده عشان صايم وتعبان. في ايه؟ والله الصيام وده ده الراجل اللي سايبه مع عمك. ها طيب يا حاج، تعالى اتفضلي على فوق حضرنا الفطار لغايه لما اتصرف انا معاك. يا لهوي من هنا يا حاج، يا دوبك الحق. طب يلا بقى حصلوني على فوق بسرعه. ده حوارك بقى جاي مع السيد يعني؟ ده الراجل اللي سايبه لك انت؟ عاد انا قاعد يومين من الشغل استعجل، هتخلي امك تشغلنا يا حيوان كلب بحر وانت قاعد مسرح ونايم لي؟ اه هو شكله كده مشروع هيجي على دماغ امي انا في الاخر. طب وعليك بيه يا حاج؟ عليك بيه تخسر فلوسك وراس مالك اللي انت حاطه كله في المحل ده، وهي اصلا ما بتعرفش تعمل ستايل. طب هو ظهرك اسمع مني. البس. نعم تسمع تعمل اكل؟ الصوت ده منين؟ امك كانت بتبحر مكانها كاميرات ومايكات في المحل في اول يوم جت فيه، فخلص بقى ما تتعلق. اه انت بتلبسني يعني. طب ما تيجي تطلع حضرتك احنا نجهز عشان الفطار، احنا نايمين بنعمل ايه؟ يلا عشان اقدر اربي قد نحط سؤال النهارده واتنين تكلم على فوق لغايه لما خلاص، بعد كده تبقى انت بقى تنزل انت التواب دي كلها عشان عايز اطلع استريح ومش هشيل واحد. يعني انت مصحيني من النوم عشان تقول لي سؤال النهارده؟ وكنا طلعنا على فوق وسبتني نايم من غير الاذان يا حاج. انت عايز تعدي يوم كامل من غير سؤال؟ يلا اتفضل خد سؤال النهارده. بيقول لك ايه بقى يا حبوب؟ حلو الحريق ده يا حاج، قول لي يلا ايه السؤال النهارده يا بابا؟ قماش الحرير، خد بالك انت خيط الحرير، ايه هي الحشره اللي بتنتج خيط الحرير؟ ها حشره بتنتج خيط الحرير؟ ايه ده ثانيه واحده، هو مش الخيط ده اصلا بيتزرع؟ حرق اسود وميه على شقك يا حجوج اللي انت تسرق كام؟ يلا
خيط الحرير بيتزرع؟ ما ناقص تقول لي كمان مكرونه اللي سباجيتي بتتزرع. هو حضرتك بتضرب كام جد؟ هي المكرونه ما بتزرعش؟ مفيش شجره مكرونه؟ شجره مكرونه؟ ويا ترى دي سباجيتي بقى ولا عقل ان شاء الله؟ تختبرني يعني؟ حضرتك تختبرني؟ اكيد فرن. يا شباب اللي ضاع يا حجوج ده انا هوقف. طب عليها من مين ولا من مين؟ انت على الثانيه وجايه. ربنا معاك بقى يا حاج. انت هتقدر على كل دول؟ هو بطلتكوا فين هو انا؟ في حاجه عمو؟ قال بقى خد يلا انت مين انت في المنصوره دي وبجع فيا انت ما تعيش صوت بقى يا عم يا عم هو اللي اتكسر على نص عقله دول ايه كل دي بيجي منين وانا كلب البحر انت قوم خد حق ابوك عشان ابوك تقل منه مين ضربك حد يعرف يضرب ابوك يلا اطلع بس خد الحق عشان ابوك كرم تهت من العيال الصغيره انا مش عارف ازعق العيال الصغيره اطلع خد حق انت بقى اضرب حق ايه ابويا كرم تهت وانا عايش وسع لي حد وكمان عيل صغيره انا بقالي كتير ما اتخانقتش بس ما تحشنيش يا حاج لما تلاقي الدم كده بيطرطش على باب المحل هو دي بقى مين اللي بيزعلك وكان لازم يا حاج يعني تغر شكل الاطفال الابرياء دول بصوا بالصلاه على النبي كده انا ما اعرفش هو اللي هو يا جدعان كل سنة طيبين رمضان كريم وان شاء الله تبقى سنة سعيدة عليكم وتحققوا اللي نفسكم فيه المسابقة بتاعت السنة دي بإذن الله كانت زي 2021 زي عروستي فالأسئلة بإذن الله السنة دي هتبقى ميكس بين 2021 و 2024 بإذن الله هتبقى أسئلة دينية أسئلة تاريخية أسئلة عامة وان شاء الله الحلقة هتبقى ثابتة كل يوم بإذن الله وأول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي بإذن الله هيكسب يا إما زرع الكويسر يا إما النش الناس كانت بتسأل بتقول الأيفون السنة دي المفروض هيسلم إزاي ان شاء الله ال 30 حلقه هيكون في منهم حلقتين يا اما بقى مثلا اول حلقه اخر حلقه الحلقه ال 20 ال 15 هتلاقي باذن الله الميرش بتاع الكراسي ده هو المفروض الاي كي جول دي هتظهر لمده سنتين في اي حلقه الحلقه اللي هتظهر فيها دي لمده سنتين وانت تاخد بالك منها يبقى باذن الله دي الحلقه اللي انت المفروض تلحق تجاوب فيها بسرعه لان هي دي حلقه هتكون هتسلم فيها ايفون هو باذن الله هيبقوا حلقتين وباقي الحلقات كلها هيبقى درع الكراسي والميرش وان شاء الله باذن الله اول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي هيتاخد سكرين شوت للتعليق بتاعه وهينزل ثاني يوم في الحلقه اللي بعدها وهيكون في الستوري على الانستجرام واي حد ان شاء الله عايز يعرف تفاصيل اوضح للمسابقه بالظبط هتقولي بنزلها في ستوريات على الانستغرام بس كده مكسات وان شاء الله تبقى سهل عليكم رمضان كريم كل سنه طيبين